السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف عودت لكم وقلت لكم عن القصة اللي وقعت لي مع العمراوي أحمد اللي عنده السفينة الصيد البحري اللي هي الجران باريخة. هاد السيد هذا أنا معاه في مشاكل دابا لمدة 15 يوم تقريبا، غادي في 15 يوم للديباركمو ديالي، مباشر يديباركيني باش نمشي نخدم على ولادي. فاش كنهضر معاه قانونيا يقول لك إلا عندك أنت المندوبية الصيد البحري، أنا عندي الوزارة، فهمت؟ يعني لا عندي انا المندوبيه، يعني غنمشي انا المندوب ولا نمشي للموظف المندوبيه الطنطان ولا العيون ولا العرايش؟ نورمالمون عندي انا الاساس، عندي مشكل في العرايش، وهاد السيد ما بغاش يدير معايا حتى شي حل. ومنين هضر لك المندوبيه ديال الطنطان مع المندوبيه ديال العرايش، الوراق ديال الباركو اصلا اللي طالع كيتصاوب ما كاينينش في المندوبيه. ومنين هضرنا مع الجندارم حتى الجندارم قال لك ما عندناش، يعني كيفاش هاد كيف هاد اش من القانون هذا؟ نورمالمون هو قانونيا فاش كيتحط اي باركو في البرادير وفي الباراسيون فاش كيبغي يتصاوب، الرول كتديه لمندوبيه الصيد البحري المكلفه بهذيك المدينه اللي دخل ليها الباركو، يا العريش يا طنطان يا العيون يا كما كانت. مندوبيه كتشد الرول كتحطو عندها في الاداره، كيبقى في الاداره عندها، اي مشكل وقع في هذاك الباركو ولا شي اي حاجه كيكون المندوب والموظفين مسؤولين عليها، كتقدم شكايه ديالك وكتدفع عليهم. هاد الناس انا كنجدهم دابا 15 يوم هادي وانا كنمشي ونجي، عندي الكرا، عندي ولادي، عندي شحال من حاجه تابعني، شحال من حاجه تابعتني. اليوم كنجد صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله باش يوقف معنا في هذا المشكل ويدير حل لهذا المهزله اللي كاينه في الصيد البحري في لابتيت بيش اللي كاينين الناس فيها ما كيرحموش الضعيف، ما كيرحموش الضعيف نهائيا، ماشي كامل عامة، أنا ما كنهضرش على عامة. كاينين الناس خدمنا معاهم وكنا معاهم الخبز، الله عمر هضر ما عمرنا شفنا فيهم شي حاجة خاسرة، وتعاملوا معانا بالمنطق وبالقانون وكيمشي معاك قانونيا. هاد السيد هذا ما بغى لا قانون لا والو. هاد السيد فاش كتهضر معاه ولا تقول لي شي حاجة كيقول لك أنا أبسط حاجة غنهز التليفون دابا نديرو للوزارة، ما غيوقع والو. الباركو ديالو عنده سفينة العمراوي 1532، عند العديد ديال الضحايا، العديد ديال الضحايا، ناس مشاو لها فلوسها، ناس ما تخلصتش، دفعوا شكايات في المندوبيه العيون، مندوبيه دكادير، مندوبيه الطنطان، دفعوا شكايات، ما كاين اللي جاوبهم، ما كاين اللي رد عليهم. علاش؟ لان السيد واصل، السيد عنده امكانيات، حنا ماشي بحالو. هو عضو في الغرفه الصيد البحري في كادير وداير النقابه ديالو في كادير، ابسط شيء غير كتهضر معايا يقول لك انا غندير لك غنفعل لك غنخربق لك. فاش قلت ليه انا غادي باركيني قال لي اللي في جهدك جريه، اللي في جهدك جريه، الا ما قداتك مندوبيه ديال طنطان قيس ديال العيون، الا ما قداتك ديال العيون قيس اكادير، انا تليفون بسيط مني للوزاره غادي ندير فيك ما بغيت. يعني شنو هادي؟ قال لي نقدر نبلوكي لك الاوراق، ما تخدمش حياتك كامله، حياتك كامله ما تخدمش في البحر. هاد السيده شنو بغى عندي؟ انا خدمت معاه لمده عام انا خدام معاه، عام وانا خدام مع هاد السيد، درت معاه احسن سيرفيس، درت معاه احسن خدمه، الناس كامله كتشهد، وقف معايا الجمعيه ديال الميكانيكيين والرياس كيشهدوا فيا، ما كاينش رئيس اللي خدمت معاه او باترون خدمت معاه، لي زارماتور اللي خدمت معاه ما كاينش واحد اللي يقول لك هاد السيد دار لي ولا فعل لي. هاد السيد درت معاه لوبيان اكثر لاقصى حد، 5000 درهم اللي طلبت ليه كافونس، دار معايا هادشي عليها. على زعما هاد السيد شنو زعما شنو هو؟ يعني هاد السيد شنو كيحسب ليه راسو في القانون؟ شنو كيحسب ليه راسو في هاد الدولة كاملة بصفة عامة؟ يعني هاد الدولة ما عندها قانون؟ فين هو وزير الأخ النش، وزير الصيد البحري؟ علاش ما يطبقوا القانون على بحال هاد الناس؟ بحال هاد الناس ما خصوش يكون باقي عنده الباركو، بحال هاد الناس ما خصوش باقي كاع يقرب الصيد البحري اللي غيتكرفص على ولاد الناس. بحال هاد السيد خصو يتعاقب قانونيا، اللي كرفص الناس وتدى لهم رزق ديالهم ودى لهم، ما خلى حتى واحد ما تعدى عليه. الضحايا عنده بالعرام بالخناشي عنده تعدى عليه، الضحايا عنده بالعرام بالخناشي عنده الضحايا. كاين الناس اللي باقي ما شدت فلوسها عامين، هادي ما تخلصاتش عنده. اليوم كناشد صاحب الجلالة الملك محمد السادس باش يوقف معانا في هذا المشكل
يدير حل لهذه المهزله هذه، ويشوف هذا السيد وكان طالبه وعاود نطالب بالتعويضات ديالي الماديه اللي خسرت من جيبي، لان هذا السيد لحد الان ما بغى يعطيني حتى المصاريف ديالي اللي خدمت معاه. عندي 7000 درهم كانت سالاي من الداخل حتى العريش، ديت ليه الوركو ديالو حتى العريش. عندي 2000 درهم، 200 درهم في النار ديال البرادورو الاصلاحات، 200 درهم في النار، يعني 8000 درهم. هاد السيد ما بغاش يعطيها ليا. ملي كنهضر معاه في هادشي كيقول لي جري جهدك، اللي عجبك ديرو، الا ما قدتك مندوبيه ديال كادير كيس ديال العريش، الا ما قدتك ديال العريش كيس ديال طنطان. فاش كنهضر مع المندوبيه ولا اي موظف هضرت معاه كنقول ليه فلان، كيقول لي ربي السلام اش غندير به، ما عندي ما ندير انا بالمشاكل. شنو كيقول لك؟ كيقول لك دير شكايه. فاش كدير شكايه كيجي كيهضروا معاك يقول لهم هو قدموا لنا المحكمه وخلوا ورقيهم بلوكي، انا غنتقدم للمحكمه ورقيا بلوكي. شكون اللي يخدم انا على ولادي؟ شكون اللي يخدم على امي؟ شكون اللي يسير عليهم؟ شكون اللي يخلص الكرا؟ يا نخرج انا نسعى، دابا خصني انا نخرج نسعى حتى يرضى هو على خاطرو باش يصفي لي الاوراق ديالي ويقول لي الامور ديالي. هادشي خصو يكون عنده حل، هادشي راه ماشي منطقي، هادشي اللي كيدير هاد السيد راه ماشي منطقي. خص القانون يوقفو عند حدو، خصو يعاقبو قانونيا، خصو يتعاقب هاد السيد قانونيا، خصو وزارة السيد البحري توقف في هادشي. كنطالب من السيدة الوزير اخنوش يوقف في هاد المشكل، يراعي لصحاب لابتيت بيش، يراعي لصحاب لابتيت بيش، لابتيت بيش اللي فيه عندهم يد العاملة كتيرة، الناس اللي خدامة على ولادها. كاينين العدد من هاد الناس اليوم ضحايا، ضحايا في هاد لابتيت بيش، مع بحال هاد الماركة اللي كيتعدى على ولاد الناس، اللي كيجيب ويخدم به 4 شهور ولا 5 شهور ويتكرفص عليه. علاش؟ حيت هو واصل، حيت هو عنده المعارف، حيت حنا ما عندناش المعارف. حنا عندنا الله عز وجل، عندنا الله وعندنا الملك محمد السادس الله ينصرو. حنا غنرفعو يدينا ندعو لله عز وجل ياخذ فيه الحق، ونطلبو من الملك عز الملك الله ينصرو، جلالة الملك محمد السادس الله ينصرو، ياخذ لينا الحق في الناس بحال هادو. هادشي راه ماشي قانون، هذا راه التعدي، هذا راه الظلم، هذا راه الاحتكار. هاد السيد ماشي تعدى، هاد السيد حقرنا بصفة عامة، حقرنا حسب القانون ديالو، حسب المغرب ديالو، حسب وزارة الصيد البحري ديالو. اي حاجة كتهضر معاه فيها كيقول لك انت دير اللي عجبك وانا ندير السيرفيس ديالي. انا تليفون بسيط كيقول لي الوزارة غندير فيها ما بغيت، يعني شنو هادشي؟ هاد السيد ما يقدر حتى واحد باقي يقف قدامه. قسما بالله الا كنهضر مع الموظفين كنقول ليه فلان الفلاني عمرو وحمد كيتخلع، كيقول لي انا ما عندي ما ندير بالمشاكل مع هاد السيد، ما قدرتش على هاد السيد، ما قدرتيش عليه انت وانا نضيع، انا نمشي هباء منثورا، انت ما قدرتيش عليه علاش موظف؟ علاش خدام في هذيك المندوبيه؟ علاش كتحمل المسؤوليه ديال البحاره؟ الا مشيتي لشي جمعيه ولا شي نقابه وهضرتي فيها كيقول لك انت نقابي، علاش حيت كدافع على الحقوق ديالك؟ كاينين الناس كيتفقوا كيقول لك هاد السيد الا هضر على الحق ديالو، ملي كتهضر على الحق ديالك كيتفقوا عليك كيقول لك ما بقاش تخدموا. علاش؟ شنو هو السبب؟ حيت كيطالب بالحقوق ديالو، كيطالب بالقانون ديالو، كيطالب بالاجراءات القانونيه، ماشي بالخيال ولا شي حاجه اللي فيها غير قانون، كيطالب بالاجراءات القانونيه، كيطالب بالمارشي نوار يتحيد، كيطالب بشحال من حاجه. انا دابا كنطالب من جلاله الملك محمد السادس نصره الله يوقف معانا في هذا المشكل هذا الله يجازيه. راه اليوم هذا السيد تعدى علينا وظلمنا العمراوي حمد رقم السفينة 5232، الله يجازيكم جزاك الله خيرا. الناشد السيد الوزير اخنوش يدير حل هذه المهزلة. الا كان هذا السيد واصل لوزارة السيد البحري يدير معاه حل، يوقف له هذه المهزلة بصفة عامة، يحبس له هذيك السفينه تفك مشاكله، ولا يدير معاه حل اللي ما بقاش يتعدى على ولاد الناس، ويعطينا التعويضات ديالي، يعطيني التعويضات ديالي الماديه. هاد السيد خرج عليا انا دابا 15 ولا 20 يوم انا مريح، انا مضطر كيجي نقر عليا يوميا نبغى الكرا ديالو. عندي 1500 درهم خصني نعطيها ليه، فين غنجيب انا 1500 درهم؟ شكون غيعطيها ليا؟
اللي غادي نقول لا حول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دعيت الله في هذا النهار السعيد وناشد جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوقف معنا في هذا المشكل ويدير معنا حل في أقرب وقت ممكن، جزاكم الله خيرا. ولا إله إلا الله، تحية نضالية وعاش البحارة في مكانه.